يعني مصلحة الجزائر مصلحة كبيرة. الجزائر إلى وقت قريب كانت عزلة، هناك علاقات مقطوعة مع إسبانيا، وأيضا العلاقات كانت متوترة مع فرنسا، شبه سفير لم يكن متواجد. والآن الجزائر تعود رويدا لأن تأخذ هذه المكانة. هل هو نوع من التوافق في المعطيات الدولية، ربما نوع من التحرك الدبلوماسي الجزائري، هو مزيج من الاثنين؟ يعني أنه الجزائر التي كانت لعقود تلتزم هذه السياسة السلمية والمداهنة وأيضا عدم الهجومية في العلاقات الدولية، شاهدنا كيف تعاملت في الملف الإسباني وأيضا في الملف الفرنسي، و استطاعت أن تقيم علاقة مع إيطاليا، مع تركيا، مع الصين، مع دول الخليج. فبالتالي باعتقادي أن هذا التحرك كان صائب أو غير صائب، هو أعطى نوع من التوتر بالنسبة لي. ولكن هل العلاقة مرتبطة على المصلحة الاستراتيجية؟ البلاد متعلقة بأشخاص، بمصالح أشخاص، بنظام وليس ببلد. يعني صراحة يعني أنه سيد جمال، يعني أنه هناك أشخاص كانوا يقدمون أنفسهم كوطنيين قبل 10 سنوات، والآن يحاسبون كخونة وكفاسدين ومتواجدون بالسجون. في وقت سابق يعني أنه لم يكن أحد يشكك في وطنيتهم، الآن علينا أن ننتظر ونرى كيف يحكم التاريخ وكيف سيتعامل الآخرون. يعني يجب أن نشكك في كل خطوة يتم القيام بها، لأنه مع السلطة أو مع النظام القائم حاليا في الجزائر هو موجود بحكم الواقع. يعني حتى ولو اختلفنا معه ولم نسانده في فترة ما، لكن هذا هو الموجود وهذا هو الذي يتم يتعامل باسم الجزائر. الآن علينا أن نراقب الوضع ونرى كيف. هذا هو المؤمل. لهذا تحدثت لك في البداية عن أن ما تم التوقيع عليه وما كل ما أعلن من اليوم من نوايا أو من توقيعات كلها تتعلق بالشباب، يعني سواء بالسياحة، بالليم، بالفلاحة والري، أيضا فيما يخص تصنيع السيارات. يعني أنه إذا استفاد النظام واستفاد هم هناك جزائريين. الآن من السابق لأوانها أن نحكم على العلاقات، ولكن ما يمكن أن نلمسه هو هذه النية الصادقة وهذا الزخم الكبير الذي تقوم به فرنسا إلى جانب السلطة في الجزائر. يعني أنه قد تتغير المعطيات خلال سنة أو سنتين، لأن العلاقات بين البلدين هي دائما معقدة وسادة، وقد تتغير السلطة في الجزائر. يعني أنه لهذا المشكلة ستبقى قائمة، ولكن نتعامل مع المعطيات الموجودة. أنا باعتقادي أن هناك طاقة كبيرة، هناك 6 ملايين جزائري فرنسي لديهم الخبرات، يمكن أن يفيدوا الجزائر. ولكن هناك جزائريون في فرنسا، الجزائر عندها إشكالا ينشطون لهم رأي مخالف، لو ينتقدون السلطات، ما يرشح أنه هناك ضغوط على فرنسا في هذا الصدد. يعني باعتقادي أن فيما يخص التعبير عن الرأي في فرنسا هذا مكفول، يعني حتى ولو أنه تمت الملاحظة مؤخرا أن التجمعات في ساحة لاريبوبليك يتم التضييق عليها، ليس مثل ما كان عليه الحال في السابق. ربما هناك نوع من التنسيق بين الجزائر وفرنسا في هذا المجال. أما بالنسبة للأشخاص الآخرين، يعني أن هناك ملفات قضائية قدمت من طرف الجزائر فيما يخص أشخاص، ويبدو أنها ملفات فارغة، ولهذا يعني أنه لم يتم التجاوب معها. فهذا يتعلق بالسلطات القضائية والسلطات السياسية في الجزائر التي لم تحسن
التي ربما تتعامل تعطي لهذا الموضوع أهمية أكبر مما يستحق. يعني أنه إذا كانت دولة كبيرة مثل الجزائر يعني تربط علاقاتها بفرنسا من خلال الحديث شخص أو شخصين وثلاث أشخاص ينتقدون النظام أو يعبرون عن آرائهم، فيعني هذه طامة كبرى باعتقادي أن هذا العلاقة بين الجزائر أكبر أو من أن ربما تختصر تعاملها مع دولة مثل فرنسا في هذا المجال. على العكس، فرنسا التي تتبجح بحقوق الإنسان والتي تقول بأنها رائدة و تنتقد بقية الأنظمة هي التي عليها أن تعطي المثل، ولكن أنا باعتقادي أن فرنسا لن تقدم شيئا هكذا مجانا. بالمناسبة في سؤال أخير لكي قبل أن تودعنا، ماكرون لما سئل في موضوع حقوق الإنسان في الجزائر قال لما في الزيارة، قال زيارتي الأخيرة، قال بأنه هذا شأن جزائري. طبعا ماكرون الذي أيضا بالمناسبة تحدث فيما يخص الحراك الذي قال بأنه أضعف النظام الجزائري، النظام العسكري السياسي تبون العالق فيه. نعم، يعني أنه فرنسا ليست مثال كبير في حقوق الإنسان، شاهدنا كيف كان التعامل ما بين مع السترات الصفراء وكيف يتم التضييق على الإعلام وعلى الجمعيات وعلى النقابات، يعني وكيف يتم التعامل في الملفات سواء مع مصر مع دول الخليج. يعني المصالح الاقتصادية هي التي هي قاطرة العلاقات الفرنسية مع بقية الدول، فلهذا باعتقادي أن أي تغيير وأي تغيير في المواقف الفرنسية يجب أن يأتي من خلال الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا، إذا تنظموا واستطاعوا أن يكونوا قوة سياسية يوصلوا صوتهم من أجل الضغط على النواب وعلى السلطات الفرنسية والتنظم في جمعيات، لأنه هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتم بطريقة ديمقراطية. أما هذا الكلام العشوائي باعتقادي أنه لن يجدي نفعا، لأن الجزائريين صراحة هم كثر في فرنسا ولكن ليس هناك تأطير وليس هناك تنظيم وصوتهم لا يصل، على العكس الصوت الجالية المغربية مؤثر أكثر لأنه يتوجه إلى الدوائر المؤثرة، إلى النواب، إلى الصحفيين وإلى الجمعيات. ورغم من هذا العلاقات بين المغرب وفرنسا هي متدهورة، فهذا لا يعني شيء.